أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الفقرة من هذه التغطية الخاصة لهذه الأجواء الخاصة. ثورة الشعبية السلمية بخطى ثابتة في عامها الثالث، تستعد للجمعة 106 بكل دلالات ذلك، تأتي بعد ذكرى الثانية 22 من فبراير قبل أيام، والشوارع الهادرة والساحات العامرة بمئات ألاف الجزائريين الذين عادوا إلى الشوارع، استأنفوا حراكهم في الشارع، والحراك لم يتوقف، تم تعليقه فقط بسبب جائحة كورونا، لكن كفكرة استمر وما زال يعزز حجته مرة أخرى مع ما تبديه السلطة في المقابل من ما يجمع عنه المحللون والمراقبون الأجانب حتى قبل الحراكيين، من إفلاس، من تهافت في الطرح، من ما يبدو تخبط واضح في مقابل شعب يريد تغييرا سلميا حقيقيا يليق بالجزائر. في مقابل سلطة ماذا تقدم؟ تقدم رجل في التسعين رئيسا لمجلس الأمة، رجل ثاني حسب الدستور الجزائري في البلاد، ومظاهر أخرى من خطاب متهافت عن المؤامرة في مقابل حراك يصر على تغيير سلمي يليق بالبلاد بخيراتها بإمكاناتها، ويوفر صفحة جديدة، فرصة جديدة للجزائر، لقاح حتى لما تعانيه البلاد من أمراض، من منظومة حكم مريضة، من خطر حتى أصبحت تمثله هذه المنظومة كما يجمع كثيرون، خطر استمرارها بطرقها بمقارباتها التي يصر الكثير من الجزائريين أنها أفلست، وتعزز حجج وإصرار الحراك على التغيير. إذن نحن في أجواء الجمعة 106 التي تأتي بعد كذلك حراك طلبة ومسيرات الطلبة التي عادت إلى الشارع بعد 22 من فبراير، وذلك الزخم الكبير، أيام تاريخية لبلد صنع التاريخ ويصر أبناءه على أن يستعيد هذا البلد في صناعة التاريخ وليس على هامش التاريخ بمؤامرات مزعومة وبتلفيقات وبتغطيات إعلامية متهافتة. عمليات تشتيت الرأي العام مستمرة بوتيرة سريعة تقتضيها المستجدات الأخيرة المتمثلة في عودة الحراك بقوة هزت أركان النظام. ولأن السلطة غبية وتفتقر إلى الإبداع والتجديد إذا تعلق الأمر بحماية من سميت العصابة، فإنها تعيد استحضار أساليب قديمة بمخططات التفرقة التي تكفل بعض زبائنها بتنفيذها. ولا يختلف اثنان في مسألة تصريحات المترشح للرئاسيات السابقة عبد القادر بن جرينا بأنها جاءت في سياق وضع محرج يعيشه نظام العصابة، وبات من الضروري اللعب على ورقة التفرقة الجهوية والعرقية وحتى النضالية من جديد للتخفيف من حدة المشاركة الشعبية في المسيرات المطالبة برحيل النظام. لعبة سمجة سئمها الجزائريون حتى أصبحت محل سخرية بينهم، إذ يعلمون جيدا أن العسكر منذ انطلاق الحراك وحتى قبل ذلك بكثير حاول استغلال هذه الملفات لمحاصرة الثورة، لكن كل أحلامه تبخرت، وإن أي توجه لإعادة استغلال هذه الورقة يدخل في سياق المثل الذي يقول لا يجرب المجرب إلا ذو العقل المخرب. وفعلا فقد خربت الثورة طريقة تفكير السلطة وأجبرتها على تكرار أخطائها الفاضحة. تدوير بن جرينا وتنصيب تسعينيا على رأس مجلس وطني للمتقاعدين أو مجلس الأمة كما يطلق عليه، ونشر تصريحات وزراء تم إنهاء مهامهم حديثا، كلها آليات بائسة ويائسة لتعزيز نظرية الإلهاء وزرع الاختلاف بين الحركيين والنيل من عزيمتهم. ولكن من الواضح أن السلطة لم تحقق أي هدف من هذه الخطوات العشوائية بقدر ما عرفت من خلال ردة
فعل الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي أنها زادت الطين بلة وحصدت عكس ما أرادت من تفرقة واختلاف. سخر كثيرون من تصريحات بنغرينا واعتبروا تنصيب صالح جوجيل وهو في التسعين على رأس مجلس الأمة ليس إلا إشارة نحو الرداءة والانحطاط في وقت تسوق فيه السلطات لجزائر جديدة وأمام تساقط ألاعيب السلطة الواحدة تلو الأخرى وتراجع أسهم إقناعها حتى لأقرب المنتفعين من استمرارها، فإن مسار الثورة السلمية يزداد وثوقا من انتصارها وقناعة بإجبار النظام على الرحيل. معنا في فقرة اليوم عبر الهاتف من الجزائر بداية نبيلة إسماعيل، محامية المدافعة عن معتقلي الحراك، معتقلي الري، وعضو المجلس الوطني للأفافاس. بداية سادة نبيلة، عشية الجمعة 106 بعد 22 من فبراير، بعد خراطة، بعد خنشلة، كيف يبدو لك المشهد؟ هذا مشهد الحراك في مقابل السلطة، مشهد تسعيني على رأس مجلس الأمة، والحديث عن الحراك الدشرة كما كلف أحدهم بقول هذا الكلام، وغيرها من مظاهر أخرى تظهر، يقول ملاحظون، مدى تهافت خطاب السلطة. أولا أشكركم عن الاستضافة. ثانيا أعتقد أن النظام الحالي يحمل في طيته أسباب فنائه، هذا هو هذه المعاينة اللي قمنا، مش المعاينة اللي قمنا، من الملاحظة ولا التأكيد اللي توصلنا ليه، أنه هذا النظام قرر أن لا يستمع لصوت الشعب وقرر أن يبقى على رأس وهرم السلطة رغما عن إرادة الشعب. تعيين صالح جوجيل أنا لا أقول انتخابه لأنه تعيين وليس انتخاب، في الجزائر ليس هناك انتخابات حرة ونزيهة، هناك تعيينات تخدم مصالح فئة معينة تحكم الجزائر دون أي شرعية. أنا نقول أنه تبني شعار بناء جزائر جديدة وعلى رأسها كهول عاشوا كل الثورات وعاشوا كل أزمات الجزائر وكانوا سبب في هذه الأزمات، أعتقد أن النظام إلى جانب فقدانه للشرعية الشعبية وللشرعية القانونية وللشرعية الأخلاقية فقد كل لا بيرجو سا كريديبيليتي، لا بلو دو كريديبيليتي، باسكو كي 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 يولي الحراك بالقوة اللي ولا بها في خراطة وبالقوة اللي ولا بها في 22 فبراير، وتشوف الناس خرجوا باش يقولوا خرجنا باش ترحلوا وما خرجناش باش تحتفلوا، وقنوات النظام الفاسد الغير شرعي اللي حنا المواطن يدفع أموال هذه القنوات من الضرائب التي يدفعها الشعب، يجي يقولوا لك أنها يوم شجرة ويوم تلاحم ويوم تلاحم الشعب مع الجيش وكأنه كاين مشكل بين الشعب والجيش. أنا أعتقد لا أعتقد ولكنني متأكدة مثل باقي الشعب الجزائري أن هذا النظام منتهي الصلاحية ولم يبق له سوى الرحيل بالتي هي أحسن. الآن واقتربت الجمعة الأولى بعد 22 فبراير، فعاد إلى أساليبه، أساليب الكراهية، أساليب الاحتقار، أساليب التفرقة، والشعب الجزائري سيرد بكلمة واحدة: لا قبيلي، لا عربي، لا شرقي، لا غربي، جزائري وفقط. أما عن أبناء النظام، أما عن الذين يشاركون في إعطاء الشرعية لهذا النظام الفاسد، فهم أبناء النظام، لهم ورقة طريق، لهم مهام قذرة يجب أن يقوموا بها، سواء كانوا في المعارضة أو كانوا من أبناء النظام ومن رحم النظام. هؤلاء لتبلز غجوتي، أدعوهم إلى المشاركة في المسيرات الشعبية، أدعوهم إلى الخروج دون أي خوف للمسيرات الشعبية. أنا متأكدة
أن الشعب الجزائري قد تجاوز كل هذه الخرافات وقد تغلب عن هذه عن هذا التلاعب بمشاعر الجزائري. الجزائري أدرك اليوم أنه لا خلاف إيديولوجي بينه وبين جزائري آخر. الجزائري أدرك أن مشكلته الحقيقية هي النظام الفاسد الذي سلب منه حريته، يحاول أن يسلب ويسرق منه ثورته السلمية ليحولها إلى فولكلور، مثل ما حول بوتفليقة المسألة الأمازيغية إلى فولكلور. إذن لن يغيرنا ولن يحيد عن ثورتنا السلمية التي تهدف إلى بناء دولة قانون، دولة مؤسسات. نحن لا ننادي إلى زوال الدولة، نحن لا ننادي إلى تحطيم المؤسسات، نحن لا ننادي إلى التمرد ضد الجيش، نحن ننادي إلى رحيل نظام فاسد زرع الفساد في الجزائر منذ أن تم تحويل مسار الاستقلال. نحن كشعب جزائري أدرك اليوم أن الوعي السياسي الذي وصل إليه الشباب ثورة 22 فبراير 2019 هذا الوعي لن يصل إليه أصحاب القرار. أنا عندما رأيت وشاهدت القمع الذي تم تسليطه على الشباب، يا عباد ربي الجيري 2021 أمنيتي ناسيونال راهي تضرب، القنوات الأوروبية راهي تتساءل، ويجيبوا لنا الشرطة بلي كابول وكأن الطلبة أصبحوا إرهاب. في التسعينات عرفنا قضاة كابول، وفي 2021 نشوفوا قوات مكافحة الشغب يكافحون شباب طلبة سلميين. عار عليهم. هذا يدل على ارتباك النظام. سنخرج غدا وسنخرج بعد غد وسنخرج وسنسير ونسير لأننا نمارس حق دستوري وهو الحق في التظاهر السلمي، وهم الذين يمنعون هذا التظاهر السلمي هم الخارجين عن القانون، لأنني أمارس حق دستوري منصوص عليه في دستور النظام الفاسد. حتى القوانين اللي يصنعوها راهم يبدوها. أما عن الأزمة الصحية فإنها ذريعة استعملها النظام لقمع الحريات، لتجويع الشعب الجزائري، لاستمرار النهب والسرقة، لانعدام الشفافية في تدبير أمور الشعب. كل هذا أنا نقول أن حان لهذا النظام أن يعترف بفشله، وأن يعترف أنه حان للشعب الجزائري أن يستعيد كرامته وحقه في تقرير المصير. غدوة إن شاء الله الموعد نورونهم باللي نحن مواطنون ولسنا غاشي. Nous sommes des citoyens, nous ne sommes pas des esclaves ou des كرايين في بلاد تاع باباهم. هذه الجزائر الجزائر تاع الشعب ماشي الجزائر تاع بابا. إذا كفى استهتارا بالشعب، كفى نزيفا في هذه الجزائر المباركة. عليهم أن يرحلوا، وكما قلتها سبقا وأن قلتها وكررتها، والكثير عاتب على ما قلته عندما صرحت أننا مستعدون على أن نعفو عنهم، نسمحوا لهم واش سرقوا يخلونا غير الجزائر، نسمحوا لهم الملايير اللي داوها في البنوك الأوروبية باش الأوروبي ياكل، الأوروبي يشرب، الأوروبي يعيش دراهمنا اللي راهم في البنوك تاعهم، وإحنا ولادنا راهم يتنضربوا. الطلبة على ذكر الطلبة استسمحوا كي سادة نبيلة، على ذكر الطلبة معنا عبد النور أيد سعيد طالب ناشط في الحراك وفي الحراك طلابي معنا عبر الهاتف من الجزائر. عبد النور أيد سعيد، طبعا تم اعتقالك ثم الإفراج عنك، كيف تبدو لك الآن الجمعة 106 بعد حراككم حراك الطلبة بعد 22 فيفري، وهذه أول جمعة في العام الثالث للحراك الشعبي؟ السلام عليكم ورحمة الله، نشكركم على الاستضافة، نشكر قناة المغاربية على الدور التي تقوم به في تكسير تأتيم الآلام الموجودة على الحراك الشعبي وعلى انشغالات المواطنين بصفة عامة.
ايضا تحيه واجلال لشهدائنا الابرار، الحريه لجميع معتقلي الراي. قبل ان ابدا الكلام اتوجه بكل شكر لكل شخص من قريب او من بعيد تضامن معي بعد حادثه الاعتقال الذي تعرضت له الثلاثاء الماضي. هذه الاعمال وهذا العنف والاعتقال والقمع لا يزيدون الا عزيمه وثبات على مبادئ 22 فبراير 2019 وهي تحقيق اهداف الحراك الشعبي. نحن عشيه جمعه 106 بعد عامين من حراك سلمي وحضاري ابهر كل العالم. نحن نعود الى كما يقولوا الى نقطه البدايه، يعني تعيين صالح كوجيل 91 سنه على راس مجلس الامه. الكلام الذي ينطق به بعض السياسيين، ولا اسميهم بسياسيين بل اسميهم بانتهازيين تجاه الحراك الشعبي. الازمه الاقتصاديه التي تلوح في الافق، وال يعني القدره الشرائيه للمواطن الجزائري التي تنخفض يوما بعد يوم. كل هذه الازمات يعني تزيدنا الا عزيمه ان نواصل نضالنا وكفاحنا من اجل جزائر جديده، ليست الجزائر التي ينادون بها في قنواتهم، قنوات العار للاسف الشديد، بل الجزائر التي يحلم بها كل جزائري والتي خرج عليها يوم 22 فبراير 2019. نحن عشيه 26 فبراير وهي ذكرى خروج اول مسيره للطلبه دعما للحراك الشعبي، الطلبه الذين قمعوا يوم الثلاثاء الماضي. لماذا؟ لان هذا النظام يخاف لحمه الطلبه الجزائريين مع الشعب الجزائري، يخاف عوده الجامعه والتي هي مصدر للافكار الى الشارع الجزائري والى المجتمع الجزائري. يخافوا عودة الطلبة إلى الواجهة وهم الأمل وهم شعلة هذا الحراك إلى الواجهة. لماذا؟ لأن هذا النظام عمل لمدة أكثر من 20 سنة على تكسير الجامعة الجزائرية وعلى إحباط من قيمة الطالب وإبعاد الطالب عن المجتمع. يعني سمي هذا الطالب بشتى الأسماء، سمي هذا الجيل بجيل كيراتين، بجيل سروال طايح، لكن الطلاب اثبتوا على انهم على نفس العهد ونهج طلاب 19 باي 56 وعلى نفس نهج طلاب 80 و88 الى اخره من الثورات التي عاهدها الشعب الجزائري. نعم نحن عشيه الجمعه 106 سنواصل على نفس الامر ونفس الهدف الذي خرجنا عليها منذ اكثر من عامين والتي لم تتحقق بعد. طيب ابقى معنا عبد النور أيد سعيد. طبعا فيما نسمع هذا الكلام من هذا الشاب، في الصورة الأخرى في الجانب الآخر جدل كبير والكثير من التعليقات، الساخر منها والغاضب والذي يأسف حتى عن صورة الجزائر كما علق الكثير من الجزائريين عن تنصيب أو تثبيت تسعيني على رأس مجلس الأمة ليشغل حسب الدستور منصب الرجل الثاني في البلاد، فيما خطاب السلطة الجزائر الجديدة وتسليم المشعل للشباب. فإنني أخيره، فإن هو مضى في ترشحه والبقاء في الكرسي فلن أترشح في مواجهته في مواجهة محسومة مسبقا. أعلن رسميا انسحابي من المنافسة لصالح المجاهد وضابط جيش التحرير عمي صالح بوجيه.
المرحلة التي تعيشها الجزائر والأشواط الهامة اللي مشينا في ممارسة الديمقراطية والأفاق في المستقبل أن الديمقراطية راح تتعمق أكثر فأكثر. أردنا أن نمارس الديمقراطية في داخل هذا المجلس كرسالة، ماهوش فقط للداخل، كرسالة أيضا للخارج. أشير إلى أن اللجنة التي صدقتم عليها تتولى عدد تقريرها و إلينا في النقاش عبد الغني بادي المحامي والمدافع عن سجناء الرأي. أستاذ عبد الغني بادي، مرحبا بك. عشية الجمعة 106 بعد 22 من فبري، هذه الجمعة الأولى في العام الثالث، الحراك في عامه الثالث، هذه صورة الحراك، هذا الزخم وهذا الإصرار في مقابل سلطة التسعيني الذي يعين على رأس مجلس الأمة، وحديث المؤامرات واستهداف الحراك، تكليف بن قرينة بقول ما قاله عن حراك الدشرة كما يزعم، وغيرها من العناوين أو من المؤشرات في مقابل السلطة. كل هذا يعزز حجة الحراك في رأيك في مسعاه نحو تغيير حقيقي يليق بالجزائر أمام منظومة انتهت أفلست؟ مساء الخير أخي جمال وكل مشاهدي قناة المغربية والكرام. الواقع هو واقع مستمر بالنسبة للسلطة وبالنسبة للحراك، هي استمرارية للجميع. السلطة دائما تتجه نحو أحادية الطريق وشمول التفكير. منذ خطابات القائد صالح الذي أوحى لعصب السلطة بأن هذه هي خارطة الطريق لا توجد غيرها، يعني هما بالنسبة لهم مقتنعين بأن أستاذ عبد الغني بادي أستسمحك، هناك مشكلة في الصوت، هناك خشخشة في الصوت، ربما تفضل، ربما نسمع، تفضل. يبدو ربما سيحاول الزملاء العودة إليك أفضل، ربما لنسمعك بشكل أوضح. عود إليك أستاذ نبيل إسماعيل. أستاذ نبيل إسماعيل، كل هذا، كل ما تقدم عليه السلطة في النهاية لا يؤكد شيء، يؤكد شيء أنه يؤكد بأنه هذا الحراك حججه أقوى وأنه فعلا باستمراره الجزائر بحاجة إليه أصلا أمام منظومة مفلسة تجر البلاد إلى مزيد من الإفلاس. والله يا أخي جمال، الحراك هي الفرصة الأخيرة لإنقاذ الجزائر، حبينا ولا كرهنا. هذه الثورة السلمية التي أبرهت العالم أخافت وأربكت النظام. الفترة يولي الأساليب القديمة تاعه تاع العنف وإعادة رسكلة بعض الأشخاص وإعادة رسكلة بعض الأوجه السياسية المرفوضة شعبيا وإعادة ومحاولة شراء حتى بعض أحزاب المعارضة
بإغراء بعض ممثلي هذه الأحزاب. أنا نقول أن الحراك هي الفرصة الأخيرة لإنقاذ الجزائر. لا يمكن لنا أن نسلم أو أن نبحث عن وسيلة أخرى، لأن النظام في كل مرحلة من مراحل التاريخ الجزائري في كل مرحلة أغلق جميع أبواب الحوار وجميع أبواب المبادرات التي لا تأتي منه، التي لا تأتي من صلبه. فهو عين نفسه ولي ووصي على الشعب الجزائري، وأوصل بنا الأمر إلى أنه عامين بعد الحراك يجي السيد تبون يدير تعديل حكومي وينمحي دونيس ويعاود يعين وزراء تاع بوتفليقة. الشيء اللي أكد أنه الشعب الجزائري اللي قال رانا عايشين العهدة الخامسة دون بوتفليقة عنده الحق. هذا يعتبر استهتار بالإرادة الشعبية، هذا يعتبر سخرية، هذا يعتبر تلاعب بتضحيات الشعب الجزائري الذي تنازل عن كل شيء إلا عن سنية ثورته. هذا الشعب قرر إيقاف المسيرات كوسيلة ضغط، لأن المسيرات ليست هدف في حد ذاتها، المسيرة ليست مشروع سياسي، المسيرة هي تعبير عن رفض لوضعية سياسية مفروضة على الإرادة الشعبية. المسيرات هي وسيلة ضغط لكي تلزم النظام إلى الاستماع وإلى الاعتراف بوجود شعب يرفض هذه الوضعية. قلت أنه إعادة انتخاب صلاح جوجل أن يؤلمني، لأن هذا الشخص مجاهد معروف كان في النظام منذ الاستقلال 91. نصور له كان بابا والله ما نخليه عرضة لمثل هذه السخرية، عرضة لمثل هذه التصرفات. أنا واحد كما صلاح جوجل اللي في لاباريس ديالنا منذ الاستقلال عبرة لمساره النضالي كمجاهد، والله غير نحافظ عليه ونقول له روح دير لاغوت تاعك، شوف ولاد ولادك يكبروا إن شاء الله ربي يطول في عمرك، ولكن ليس على رأس جهاز مثل مجلس الأمة. ما قدرش ما أنت يكمل قراءة النص لعقله له. هذا يؤلمني من الناحية الأخلاقية، لأنه هذا يؤكد أن النظام لابوخ دومي تاعو خلاص ما عندوش رجال يقبلهم باش يستمر في حكم البلاد. الجزائر التي تيكلات ولكن نحن في الجزائر الجديدة. تبون يقول يقول تبون بلا فساد ولا كراهية، في مقابل خطاب من يستقبله تبون بن قرينة يتحدث عن حراك الدشرة مثلا، الحراك المبارك في مقابل السلطة تدستيره، فيما بدأ أنه مكلف بمهمة. يعني بن قرينة كان عضوا في المجلس الانقلابي بعد 92، هو الذي كان يصرح كذلك في الحملة الانتخابية للرئاسيات عندما كان أرنبا مع تبون أنه تحالف من يريدون إبقاء بوتفليقة والدولة العميقة وجنرال توفيق، مع أنه جنرال توفيق هو الذي عينه في المجلس الانقلابي بعد 92. يا أخي جمال، أنا أفتخر أن أنتسب إلى بشرة قطة كولونيل، أنا أفتخر أن أكون ابنة بشرة تحارب النظام منذ 1949. أنا أفتخر أن أكون بنت بشرة أصلها معروف أنا دغية حرة، أنا أفتخر بهذا، ولكن أمنع على نفسي أن أدخل في مثل هذا الحديث، لأنهم يحاولون تغليط الشعب جره إلى 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 خطاب الكراهية. هذا خطابهم، هذا سلاحهم، لأنهم ليس لهم بديل. في الجهة الواحدة الشعب عنده بديل، الطبقة السياسية والمثقفة عندها البديل. لا يجب أن يخطئ الشعب
كنت اعتقاد انه الحراك ما قدمش البديل. الحراك عنده نشطاء، الحراك عنده طريق، عنده ورقه طريق، ليست الورقه التي يعطيها له النظام. احنا ما خرجناش باش نحوا بطفليقه ونجيبوا تبون، احنا خرجنا باش نقولوا تغيير المنظومه السياسيه بشكل يحتفظ عن الدوله، عن الدولة. الشعب يريد أن يحتفظ عن الدولة، وهم راهم يقولوا باللي هذا اللي راهم في الحراك حبوا يسقطوا ويعدموا الدولة. لا، الدولة هو الشعب، الدولة هي المؤسسات القوية، الدولة هو استقلالية القضاء، الدولة هو المؤسسات يحملها ويكون على رأسها أكفاء وليس خدم، كما يقول الأستاذ عيسى رحمه الله يذكره بالخير خدم حزام. أنا ما تحقيتش خدم حزام على رأس وزارة ولا رأس ولاية ولا رأس سناطرات، أنا استحقيت من جميع كفء يعرف خدمته. برش هنا باسكو لا يتيغوتريتي بالتليفون، ولا باسكو باباه جنرال، ولا باسكو باباه كان أونسيان والي. بركونا بهذه المحسوبية، بركونا تروح تودع شكوى ويقولوا لك أنت وليد شكون؟ ولا وليد جنرال الشكوى تاعك تمشي، ولا وليد شعبي يقول لك الله يسهل عليك. لا نريد هذا، نريد انا ما نحبش ندخل في فرقه درك ونشوف واحد راه في التليفون ويحوس لي انترفونسيون. انا حبيت انه الدركي يطبق القانون، الشرطي يطبق القانون، القاضي يطبق القانون. على ذكري تطبيق القانون احيانا يطبق أو يستعمل لاعتقال من يكتب على فيسبوك، بينما مسؤول حزبي يصرح هذا التصريح الواضح الغرض منه هو تقسيم الجزائريين في حراك يجمع كل أطياف الجزائريين، وبالعكس الجزائريون يرددون العربي القبيلي حراكنا هو الأساس، أو ما كانش علماني ما كانش إسلامي، كاين نظام يسرق عيناني مثلا. لماذا لا يتحرك القضاء في مثل هذه خطابات الكراهية التي يقول أنه تبون مثلا أنه يريد جزائر بلا كراهية، فيما يتحرك في مقابل تعليق فيسبوكي لناشط أو من يخرج في الحراك مثلا؟ لأن الأمر يتعلق باستمرارية نظام فاسد، الأمر لا يتعلق بمنظومة قانونية، الأمر يتعلق بمن يقرر في هذا البلد، الذي يقرر في هذا البلد يصنع قوانين للاستهلاك الخارجي. احنا نقولها بالقبيلية، راهم جاي يسقني برا، شادي غراس يسقن برا. هذه هي الصورة الشعبية للنظام الجزائري، يرسم قوانين يضمن فيها الحريات ولكن يأمر بعدم تطبيق القانون، وهذا عار على الحاكمين. طيب. أنهم يخالفون ويدسون على القوانين التي يسنونها. أنا واحد كما اللي ذكرته ما قدرتش نذكر اسمه، واحد كما هذاك اللي ذكرته يجي يتبنى خطاب الكراهية، أنا حكمت علوش فقط نرجع له لحبك المستوى تاعه. أنا نطلع المستوى ونتكلم على البديل الديمقراطي، نتكلم على المرور لبناء دولة جمهورية ثانية. نقول أنه لماذا يخشون من المرحلة الانتقالية، وعلاش حتى كلمة المرحلة الانتقالية حبوا يدوها. طيب. ويشرف عليها تبون، ولكن حتى بن قرينا يقول المرحلة الانتقالية بأنه على أجسادنا وعلى قبرونا، ولكن ماكرون لماذا لا يقول هذا الكلام عندما كان ماكرون يخاطب تبون ويقول الرجل الشجاع وأنه وداعمه وأنه يقود مرحلة انتقالية في الجزائر؟ لأن ماكرون وإنني مسؤول عن ما أقوله، ماكرون هو سيدهم، ماكرون هو الآمر والناهي، ماكرون يشرف ويظهر على مصالح فرنسا ومصالح الفرنسيين بعكس الحكام في الجزائر الذين لا يظهرون على مصالح الشعب الجزائري. لأن واحد كما ماكرون لو كان ينظم الشعب كما نظم الشعب الجزائري ولا عنده ذرة كرامة يستقيل، ولكن ماكرون يساند تبون لأغراض تهمه لأنه يحافظ على المصالح الفرنسية. طيب شكرا جزيلا لك سيدة أستاذة نبيلة إسماعيل محامية عضو المجلس الوطني للأفافاس. أستاذ عبد الغني بادي عود إليك، أرجو أن الخط أوضح هذه المرة، ما رأيك كيف يبدو لك المشهد عشية الجمعة 106؟
أتمنى أن تكون تسمعني يا أخي جمال. نسمعك أتمنى ذلك. ممتاز. قلت بأن المشهد هو لم يتغير كثيرا لأن مطلب الحراك بقي ثابتا بقي صامدا رغم مرور يعني مرحلة كانت عصيبة جدا وهي مرحلة كوفيد. الشعب كان على وعي تام بأن المرحلة من ناحية الصحية شكلت خطرا حقيقيا على صحة الجزائري، لذلك علق المسيرات. رغم هذا النظام التعيس على تعاسته استغل هذه المرحلة التي علق فيها الحراك المسيرات وشرع في المضي بسرعة نحو تعديلات تشريعية لتضيق أكثر على الحراك لفرض أمر الواقع، مضى لاستفتاء على الدستور لم يتحصل من خلاله على أكثر من 20%، حاول دائما تمرير أجندته التي بدأها منذ عهد القايد صالح وهو مستمر في ذلك بتعيين يبدو أن هناك إشكال في الخط مع الأستاذ عبد الغني بادي، ربما نحاول الزملاء العودة إليه. في مقابل أيضا الحراك الذي يريد تغييرا حقيقيا، دولة مدنية ماشية عسكرية، دولة مدنية بمعنى لا سطوة ولا تدخل للعسكر وليس ضد العسكر كما حاول أو ضد الجيش كما حاول كثيرون تسويق ذلك تلفيقا كما يصر الحراك. يريد الحراك تغييرا سلميا يليق بالجزائر وبالمفروض موقعها وخيراتها وليس سيطرة جهة على البلاد. هي حروب لها أسلوبها الخاص، فهي تستهدف المجتمعات وتقوم على الدعاية والدعاية المضادة من خلال تبني استراتيجية التأثير على الإدراك الجمعي بغرض التلاعب بالرأي العام للمواطن الدولة المستهدفة وتوجيه سلوكياتهم ونمط تفكيرهم دون أن تعلن عن نفسها ودون أن يكون لها عنوان واضح أو تأثير مكشوف.
استاذ عبد الغني اعود اليك، تفضل باكمال فكرتك. كنت تتحدث عن هذا الحراك في مقابل السلطه بالنسبه لها مؤامرات، تتحدث عن الدعايه المتحدثين باسمها فيما تمارس اشد انواع الدعايه حتى انكشافا فيما يخص الحراك، كما ذهب التلفزيون الجزائري في تغطيته للمسيرات الهادرة في 22 فبراير. قلت أن السلطة منهجيتها وطريقتها وتعاملها مع أي محاولة للتغيير هي نفس الطريقة منذ ثلث عقود وربما أكثر. يعني نتكلم أنا منذ التسعينات القرن الماضي، النظام دائما عنده فكرة الأيادي الخارجية، الأجندات، التخوين، دائما هذه هي الفكرة. يعني هو يراوح مكانه، هو ما يجددش نفسه. يعني عندما يخرج على التلفزيون العمومي بمثل مسرحية الإرهاب وحكاية تحدوح إلى بعد حدوح وشفاء، هذه تعطي تصور حقيقي على أن النظام ذهنيته بقات نفسها، لم يجدد نفسه في شيء. يعني هو عنده أساليبه في طريقة التعامل مع الأحداث، ما حاولش يجتهد في تغييرها ولا يفكر حتى في البحث عن حلول لنفسه أو للبلد. هو تقريبا عمره ما فكر في حل الوطن، لكن دائما يحاول يبحث عن حلول نفسه. لكن صار الآن من المستعصى عليه أن يجد حلول، هو الآن في معزل داخلي وخارجي. أنا قلت عندما تحصل هذا المنظومة على الانتخابات تنظمها وتبدي في استفتاء 20% وأقل، والناس تخرج للشارع في 22 فبراير وتخرج في خراطة في 16 فبراير وتخرج في خنشلة في 19 فبراير لترفض هذا النظام جملة وتفصيلة في شعارات واضحة، دولة مدنية مش عسكرية، تقول مزور جابوها العسكر، شعارات واضحة، والنظام يعني يبقى يصم أذنيه وكأنه لا يستمع وكأنه لا يعي. هذا يعطيك انطباع أن هذا النظام خطير جدا، وهذا النظام راه الآن يتجه بنا إلى يعني إلى ما لا يحمد عقباه. هو يعرف بأن المسعى الذي يسير فيه لا يمكنه أن ينتج شيئا للبلد، لا يمكنه أن يحقق أي تحول، لا يمكنه أن يحقق أي بناء سياسي، لا يمكنه أن يحقق أي بناء مجتمعي، ويبقى يصمم منذ الآن سنتين النظام مصمم على أن يبقى في مكانه، يحاول يقوم بواحد العملية ترميمية مفضوحة، يجيب جوجيل على 92 سنة، يجيب وزراء بوتفليقة، أحيانا حتى هذه الممارسات اللي يقوم بها الغرض منها استفزازي، أنك أنت تجيب وزراء بوتفليقة وتجيب جوجي 92 سنة، يعني هذا الغرض منه هو استفزاز الرأي العام وإعطاء غضب أكبر. في الحقيقة هم أحيانا يخدمون الحراك ويخدمون الشارع من حيث يعتقدون أنهم يستفزون، فهذه التصورات يرسموها بتعاستهم بغبائهم وحتى بوقاحتهم. خليني نقول بأن هذه وقاحة، أنك تجيب مجموعة بوتفليقية وتقريبا الآن الحكومة على هشاشتها زادت، يعني زادت فيها الصورة البوتفليقية الواضحة والصورة يعني ترجع بنا إلى 20 سنة إلى الوراء. هذا يؤكد بأن الحراك على حق، الحراك على صدق، الحراك يمضي في الاتجاه الصحيح. الآن بالنسبة للذين، أنا نقول بالنسبة للذين صدقوا في فترة ما، صدقوا بأن هذا النظام يمكن أن يأخذهم إلى بر الأمان، هم الآن على قناعة وعلى قناعة أكبر بهذه التعيين الحكومية، بتعيين الحكومية بخطاباتهم، بإعلامهم، بتصرفاتهم، بقضائهم، بكل ما ينتجونه داخل المنظومة السياسية، سواء في القضاء أو في الإعلام أو في السياسة أو في الاقتصاد. كل هذا تقريبا يعطي صورة قبيحة وقبيحة جدا على منظومة الحكم. يعني أنا نكون صراحة، عندما أنت عبد المجيد تبون يدير عفو على قضايا ما زالت مطروحة أمام القضاء، هذه سابقة خطيرة في تاريخ القضاء. لو يعني القضاة من المفروض يعني يعرفوا بأنهم مش مستقلين، خلاص هذا المسألة ما ينص عليها لا القانون ولا الدستور ولا دولة في العالم تقدر تقوم
ويتكلموا على استقلالية القضاء. يعني هذه الممارسات تأكد بأن الذين دخلوا السجن دخلوا بالتليفون وخرجوا بالتليفون، دخلوا بسياسة ممنهجة، سياسة يعني تاع قمع، وخرجوا بسياسة محاولة لا نعرف ما كان الغرض منها. طبعا أنا أستاذ عبد الغني بادي انضم إلينا في النقاش، كمال قمازي القيادي في الجبهة الإسلامية للإنقاذ. سيد كمال قمازي، عشية الجمعة 106 وحراك يعود زخمه إلى الشارع، هل ما تقدم عليه السلطة من مبادرات من آخرها تعيين أو تثبيت جوجيل مثلا على رأس المجلس الأمة، وأيضا خطابات السلطة كلها عن المؤامرة، في النهاية أكبر مؤامرة هو استمرار هذه المنظومة على الجزائر في مقابل حراك يريد فعلا تغيير حقيقي، وبالعكس استمراره شعور من الذين يخرجون بأن استمرار هذا النظام هو الذي يقود البلاد، أو أنها أكبر مؤامرة على البلاد. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لك الأستاذ جمال الدين، وحي الضيوف الكرام، تحية لجميع المشاهدين والأحرار داخل الجزائر وخارج الجزائر. طبعا يعني خروج الشعب الجزائري في 22 فبراير الماضي أعطى برسالة، أعطى رسالة الاستمرار، بدليل أنكم يعني في المغاربية راكم دايرين الجمعة 106، يعني راهي منذ أول جمعة 22 فبراير 2019 إلى الغد، يعني 106 جمعة، والشعب الجزائري علق المسيرات، لا أقول يعني علق الحراك، لأن الحراك كان مستمر بكل الوسائل المتاحة السلمية وبكل الوسائل الممكنة، لكن خروجه في 22 فبراير الماضي أراد النظام أن يسوقه على أساس أنه يعني الخروج احتفالي، خروج فولكلوري واحتفالي، ولكن تلك الشعارات التي رفعها الجزائريون والجزائريات الذين خرجوا عبر ربوع الوطن رغم القمع، رغم الغلق، غلق العاصمة، غلق كثير من المدن، رغم إجهاض المسيرات في كثير من المدن مثل البليدة، مثل المسيلة، مثل ورقلة، وكثير من الغلق خمشلة في الأسبوع الماضي. يعني هذا التعامل الأمني وهذا المقاربة الأمنية، وكما تفضلت في سؤالك يعني طرح نظرية المؤامرة، هذا يعطي برسالة خطيرة على أساس أن النظام غير مستعد لتقبل ولفهم الرسالة التي يعني يرسلها الشعب الجزائري في حراك في هذه الثورة المباركة. طبعا حتى كما تفضل الأستاذ عبد الغني بادي، يعني تعيين أو تنصيب رجل في التسعينيات، مع احترامنا لآبائنا واحترامنا لكل الكبار في السن يعني وتقديرنا لهم، لكن هذا التعيين هو تعيين استفزازي، بالإضافة إلى الحكومة التي كان يبشر يعني تبون بأنها سيكون هناك تعديل حكومي، ولكن في الحقيقة بقي وزراء بوتفليقة، وبقي الوزراء الفاشلين، وبقيت تقريبا غالبية الحكومة على حالها، وهذا في الحقيقة هذه رسائل يعني رسائل تحدي وإصرار لأن هذا النظام وهذه السلطة كما وصفها أحد الأستاذ سفيان شويطر في المغاربية، قال هذا النظام هو عبارة عن عنده الليميتور، يعني يرسل فقط ولا يستقبل، ما هوش ريسبتور، يعني ما كانش جهاز الاستقبال، الذي لأنه لو كان هناك في دولة من الدول يخرج 10,000 أو 100,000 من المواطنين يستمع لهم وتنظر في قضاياهم وتحاول يعني تكون هناك يعني محاولة استماع ومعرفة المطالب، لأن هذا الحراك الذي توقفت فيه المسيرات مدة سنة، يعني الشعب الجزائري ما خرجش عام كامل، ف
فماذا وقع بعد سنة كاملة؟ أين هو التغيير؟ أين هي وش داروا؟ داروا الدستور الذي قطعه الشعب الجزائري وبعث برسالة أخرى أنه رافض لهذه السياسة التي يعني يصر عليها النظام دون استشارة الشعب ودون إشراكه، لأن الشعب الجزائري يريد إعادة حقه الذي سرق منه في منذ 62، أي أنه كان خارج القرار السياسي وخارج تسيير المؤسسات التي من المفروض في الدستور أنها تكون مؤسسات منتخبة. حتى مجلس الأمة البارح لما شفناه ثلث معطل، يعني نحن نعرف أن مجلس الأمة داروه في عام 96 حتى يقطع الطريق على أي مجلس منتخب لا يمرر قوانين السلطة، فجعلوا هذا الثلث المعطل. ونعرف أن الثلث هذا أغلبهم من الذين عينهم بوتفليقة، يعني كلهم عينهم بوتفليقة، وكان بوتفليقة يعني هذه المناصب إما عبارة عن مكافآت أو عن يعني كما سماها الأستاذ سعد بعقبة لاكاس، يعني فالفاشلين يضعون في هذا المجلس، مع الأسف يعني في انقطاع تام عن أي صلة مع الشعب الجزائري. فالحقيقة هذه الرسائل يعني خطيرة، أنه عدم الإصغاء للشعب الجزائري، عدم الاستعداد للتحاور ولتقبل يعني الطرح، وبالعكس يعني هنالك المقاتلة الأمنية وهنالك بالاعتقالات والمتابعات وما إلى ذلك، وهنالك كذلك الغلق الإعلامي، لأنه حتى الحراك خرجوا ملايين من الجزائريين ولكن لا كلام عليهم في وسائل الإعلام. أما التلفزيون كما تفضلتم يعني نسب هؤلاء الذين خرجوا في شعاراتهم إلى حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ وإلى حركة محظورة، وكل هذا يعني استهانة بمشاعر وبمطالب الشعب الجزائري الذي يرى أن الجزائر راهي في خطر. ليس هناك أي قطاع، لا ما كان حتى قطاع راه يعني يسير في السير صحيح وراه يعني في طيب مادام أشرت إلى الجبهة الإسلامية للإنقاذ، هذا طبعا خطاب التلفزيون الرسمي، ما رأيك في مقابل أيضا هناك من كلف السلطة تقول بأن هؤلاء مندسين من واضح أنه القصد الفيس، في مقابل بن جرينا الذي يقدم نفسه إسلامي إخواني يتحدث عن حراك الدشرة، بينما الرسالة واضحة من الجزائريين في شعار من شعارات الحراك ما كانش علماني ما كانش إسلامي، كاين نظام يسرق عيناني. بن جرينا كنت تتحدث في التسعينات الذي عين بعد الانقلاب عليكم على الفيس في 92، عين في المجلس الانقلابي مثلا، وأيضا محاولات أخرى على اللعب على هذا الوتر الإيديولوجي وفزاعة الدحداح والإرهاب وغيرها، في مقابل السلطة هذا خطابها شعب بالعكس خطابه وحدوي لجزائر تسع الجميع. نعم، هو في الحقيقة هذا الخطاب كان منتظر، لأنه خاصة في الشهور الأخيرة شفنا تدخلات تعب الحمر كل مرة كيف يتكلم عن نظرية المؤامرة والتحذير من الخطر الخارجي، وشفنا حتى توظيف الأئمة أئمة المساجد خاصة الجمعة الماضية والتحذير من الأبواق التي يعني تحاول يعني زرع الفتنة في الجزائر، ويعني كأن هؤلاء الجزائريين الذين يخرجون، هذه الصور اللي راكم تروا فيها الآن في برج بعريريج أو في عنابة أو في قسنطينة أو في، يعني هؤلاء كلهم يعني أناس سذج ومغرر بهم، كما كانت يعني في البداية أدبيات النظام في 2019 يعني مغرر بهم، ويعني هؤلاء كلهم يعني انطلت عليهم المؤامرة، يعني الناس يعني الصور تعبر عن نفسها، نرى يعني الشعب الجزائري من مختلف الفئات من مختلف الأعمار، فيهم أساتذة فيهم محامين فيهم فلاحين فيهم طلبة فيهم كل فئات المجتمع، هذه الصور أمامكم تدل على أن هؤلاء الناس يعني أخرجهم الخوف على الجزائر من الوضع الذي آلت إليه، ولا يرى من النظام توجه، بالعكس يعني قلت لما
يعين رجل في التسعين من السن، هذا دليل على أن النظام لا يريد التغيير، بل بالعكس يريد الاستمرار في سياسته القديمة. أما اتهام الجبهة الإسلامية للإنقاذ واتهام الخطر الخارجي الذي ما يسموهش أنتم في قناة المغاربية في الحصة اللي قبل هذه أظهرتم يعني بعض وجوه النظام في عهد بوتفليقة يخوفون من الخطر الخارجي، وريتوغول وكثير منهم لهم في السجون الآن يخوفون من حذاري من الخطر الخارجي والمؤامرة الخارجية وكذا، وهؤلاء الناس أغلبهم راهم في السجون الآن. فهذه في الحقيقة أسلوب عهدناه من النظام وتعودنا عليه، وأحدهم اعترف بأنه تلقى سبائك ذهب من أمراء الخليج ويحيى مثلا في مقابل جزائر متنوعة. نحن في نقاشنا أنت كمال قمازي ممثلا على الفيس كان مثلا نبيل إسماعيل من تيار آخر من الأفافاس مثلا، وحراك يسع الجميع وشعاره بالعكس يصر على الوحدة لجزائر تسع الجميع. لا شك أنه الذي يجمع الجزائريين الآن بالعكس، يعني هذه الثورة نشبهها بثورة أول نوفمبر لما كانت الناس في الحزب الشيوعي وفي حزب الشعب وفي جمعية العلماء وفي كثير من الأحزاب تركوا هؤلاء الأحزاب واجتمعوا من أجل القضية الجزائرية، من أجل تحرير الجزائر، من أجل إخراج الجزائر من ظلمات الاستعمار. نفس الشيء يقع الآن، نحن تجمعنا الذي يجمعنا هو التفكير في أن تكون هناك تكون الجزائر دولة مؤسسات، دولة العدالة، دولة الحريات للجميع، دولة ما يكون فيها الإقصاء، دولة تكون فيها تكافؤ الفرص، يعني الدولة التي يحلم بها الشباب، هذا الشباب الذي فقد الأمل وصارت أعينه في اتجاه ما وراء البحار. على ذكر الشباب أستاذ كمال لو سمحت، على ذكر الشباب عودي لعبد النور أيت سعيد ناشط في طالب والناشط في الحراك، كيف تبدو لك الآن في الأخير عبد النور جمعة الغد الجمعة 106؟ إن شاء الله جمعة الغد سنراها مثل كل الجمعات، مثل كل الجمعات التي مرت علينا في عام 2019. يعني الآن الشعب الجزائري كاره من سياسة شوابيخ، يعني تعيين صالح بوتين على رأس مجلس الأمة وهو في عمر يناهز 92 سنة أمر مهم جدا للشعب الجزائري. يفكرنا بعهد المخلوع عبد العزيز بوتفليقة. أما بالنسبة للمسمى بنغرينا الذي لا يسمن ولا يغني من جوع، معروف بمثل هذه الأمور، هم تجار للدين والهوية، يتاجرون بالدين والهوية من أجل مصالحهم الشخصية ومن أجل مصالح هذا النظام. الحراك هذا سيبقى موحد سواء من حيث الإيديولوجية أو من حيث الجهوية. لماذا؟ لأن هذا الجيل تربى فيما بعد وتجوز الفوارق التي عاشها، حاول النظام أن يوصل زراعتها منذ عام 1992. هذا الجيل تربى فيما بعد، يعني لا يوجد إسلامي وعماني، ولا يوجد هذا قبيلي، هذا عربي، هذا تركي، هذا شاوي، إنما يوجد شعب جزائري موحد ضد عصابة تواصل لهبة ذهب أموال الشعب الجزائري والاعتداء على حقوقه. لم ولن يستطيعوا أن يقسموا هذا الحراك، لم يستطيعوا أن يقسموا هذا الحراك. الحراك سيبقى على نفس نهج الشهداء الأبرار وعلى نفس نهج الذين خرجنا عليهم 19 فبراير 2019، ألا وهي السلمية، ألا وهي الوحدة، التضامن، الوعي والثبات. الشعب الجزائري سيبقى ثابتا على مبادئه إلى أن تتحقق أهدافه إن شاء الله، وإلا أن يرى التغيير منشود، وليس تغيير أشخاص أو تغيير بيادق في السلطة وفي النظام، إنما تغيير نظام جذريا إن شاء الله. شكرا جزيلا لك عبد النور سعيد الناشط الطالب الناشط في الحراك. إذن السلطة تروج نظرية المؤامرة في مقابل من يرى بأنها بالعكس لتغطية على المؤامرة الحقيقية التي تتحكم في البلاد، ومؤامرة استمرار هذه المنظومة التي
بددت ما بددت من خيرات البلاد وتعيد وتحاول إعادة إنتاج نفس الواجهات. أود في البداية أن نشير إلى أننا دركنا منذ بداية الأزمة أن هناك مؤامرة تحاك في الخفاء ضد الجزائر. فيه واقع، فيه واقع، فيه مؤامرة اللي زعزعت الاستقرار، هذه معروفة. اجتزنا جنبا إلى جنب مع شعبنا في الفترة الأخيرة من تاريخنا المعاصر مرحلة حساسة تعرضت بلادنا خلالها لمؤامرات خطيرة بهدف ضرب استقرار الجزائر. سيد عبد الغني بادي يعود إليك، كنت في 22 قبل أيام مع ذكرى الثانية، والآن نحن عشية هذه الجمعة، جمعة 106، وكم من جمعات كذلك كنت حاضرا، كيف تبدو لك هذه الجمعة غدا؟ جمعة الغد هي جمعة الإصرار، هي جمعة يسر من خلالها الشعب الجزائري على المضي قدما نحو التغيير السياسي السلمي طبعا، بعد ما تأكد له بأن هذه المنظومة في شوطها الثاني، يعني لأن الشوط الأول أنا أعتقد بأنه انضاوى في فترة الجاي صالح وفترة بن صالح، لكن الشوط الثاني حاولوا يلعبوا شوط مع تبون لكنهم فشلوا على كل المستويات. الآن الأوساط الشعبية عرفت بأن هذا النظام فشل على المستوى السياسي، فشل على المستوى الاقتصادي، فشل على المستوى الاجتماعي، فشل على المستوى الحقوقي، على المستوى القضائي، حتى على المستوى الأمني فشل. عندما نشوف المسارات القضائية الذين حكموا الذين سجنوا، نشوف المسارات الحقوقية وضع حقوق الإنسان في هذه الفترة، نشوف الوضع الأمني وكيف تتعامل الدوائر الأمنية مع حقوق المواطنين ومع في كثير من الأحيان مع ضرب المواطنين في الشارع والاعتداء عليهم بطريقة عنيفة، ممارساتهم تعيدنا إلى العصور، يعني العصور الوسطى في طريقة التعامل.
كل هذا يعطي تأكيد بأن لا يمكن لأي كان، لا يمكن لعاقل، لا يمكن لغيور على وطنه، لا يمكن لجزائري يريد أن يكون عنده أبناء يترباوا في كان في هذا الوطن ويتعلموا في كان في هذا الوطن ويكون عندهم مستقبل في كان في هذا الوطن أن يستأمنوا هذا الوطن على هؤلاء. هؤلاء فشل تعساء ليس لهم مستقبل يعني، وليس لنا مستقبل معهم. هم لم يضمنوا حتى مستقبلهم هما. هما نهار وصلوا إلى أزمة فيما بينهم قاموا بعملية انتقامية فيما بينهم، عصبة انتقمت من عصبة من أجل أن تبقى خلفية نظام السلطة تهيمن على خيرات الجزائر وعلى صدور الجزائر وتقمع الجزائري. مثل هؤلاء لا يمكن للشعب الجزائري أن يستمر معهم في 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 في, في, في هذه الظروف. إذن فالبحث عن الحلول السياسية بطريقة سلمية تنطلق أولاً من الصمود في المسيرة. طبعا أنا عندما أتكلم عن المسيرة أتكلم على حق التظاهر، وأتكلم كذلك ولو أكد من براكم هذا على ضرورة التحلي بالحكمة في الإخوة والأخوات اللي يخرجوا غدا، لازم يكونوا يعملوا كمامة لبابات يحترموا التباعد حتى تكون هناك أمن صحي حقيقي. لازم نخرجوا ونطالبوا بالدولة المدنية ونطالبوا بالانتقال السياسي، أو لنصنع ولا نطالب لنصنع الانتقال السياسي بكل الأمان الصحي. فهذه الأشياء احنا الآن مضطرين. وأنتم كمحامين كذلك أستاذ عبد الغني، هناك إرشادات أو نصائح حتى للذين يخرجون بسلمية ويتم اعتقالهم، كيفية التعامل مع ذلك كذلك؟ طبعا أنا اليوم مثلا مشيت إلى نائب العام وقدمت شكوى ضد الاعتداء اللي تعرض لي الصديق عبد الكريم. كان تعرض إلى كلمات يعني خطيرة جدا من طرف مسؤول أمن في بلكور، وأشياء يعني فظيعة قال له بعد أن لكنه على وجهه وهو مكبل بالأغلال. وتقدمنا شكوى وتكلمنا على ممارسة ضرب المعاملة القاسية، تكلمنا على ضرب الجرع العمدي، تكلمنا فيها ضروري أنه كل شخص يعتدى عليه، كل شخص يكون هناك تصرف غير لائق ضده من طرف الأجهزة الأمنية أن يتقدم إلى جهات القضائية، إلى مكتب وكيل الجمهورية أو إلى النائب العام أو إلى محامي ليقيد له شكوى. هذا أمر مهم، لكن في نفس الوقت يجب على الجميع أن يكون في هذا المسعى التوثيقي، لأن هذه المرحلة على حساسيتها يجب توثيق كل الأحداث. حتى أنا عندما أتكلم على تجاوزات الجهات الأجهزة الأمنية نقول بأن هذه التجاوزات يجب أن تتوقف طورا، لأن الإخوة والأخوات لم يخرجوا في الاحتجاجات، لم يخرجوا في الظهر، يخرجوا بطريقة سلمية. شفنا في بداية الحراك، تذكر جيدا أخي جمال، أن بداية الحراك كانت هناك خراطيم المياه، كانت هناك الغازات المسيلة سعي للدموع، كانت هناك اعتداءات، لكن الحراك فرض بسلميته السيطرة على الشارع وتحكم في الشارع، وصارت ممارسات الأجهزة الأمنية مفضوحة، لأنه حتى الصور مهمة جدا، الفيديوهات مهمة جدا. تعرف أنه في فرنسا مثلا، في فرنسا حاولت الحكومة الفرنسية سن قانون لتجريم الذين يأخذون أو يلتقطون صور لأجهزة الأمن وهم يعتدون في اعتداءهم على المواطنين في الأحداث التي كانت في بعلي جيلي جون في تلك الفترة. فخرج الشعب، هذا التوثيق يجب أن يكون كل اعتداء على مواطن يوثق، ويكون هذه بالنسبة لنا دليل إثبات ضد المعتدي. احنا نقول بأن المسائل هذه يجب أن تأخذ إجراءها القضائي، لأنه في النهاية نحن نعرف أن هناك أزمة قضائية فعلا في الجزائر، أن هناك أزمة استقرارية القضاء، لكن نحن بالنسبة لنا مهم جدا توثيق وتقييد هذه الشكاوى حتى تكون الأمور واضحة، وحتى يعزل هذا النظام أكثر ويفضح أكثر، لأن ممارساته يجب أن تفضح على رؤوس الأشهاد. طيب، يبقى معنا أستاذ عبد الغني بادي. عود إليك أستاذ كمال في الأخير، على عشية هذه الجمعة
106 سلمية قوة الحراك واستمرارية في هذه السلمية وإصرار الحراك على هذه السلمية على رغم كل المناورات ومحاولات اللعب على كل أوتار تقسيم الحراك وأيضا حتى على محاولة المس بصورة سلمية. نعم لا شك أن الحراك يعني مستمر قوته كما تفضلت يعني في أمور ثلاث يعني في سلميته في الاستمرارية وفي الوحدة وفي شموليته عبر أرجاء كل الوطن. الحمد لله يعني الحراك تجاوز كل المطبات وكل الحواجز وكل يعني الفخاخ إن صح التعبير يعني قضية الراية الأمازيغية وقضية العدو الخارجي وقضية الفتنة وقضية المندستي من كذا والحزب المنحل وإلى آخر يعني كل مرة حتى كما تفضلتم يعني المبالغة في قضية المؤامرة وهذه حتى في عهد بوتفليقة هذا يفقدها يعني أي معنى ولأن الشعب الجزائري الذي يخرج يعرف أنه يخرج من أجل العدالة من أجل الحرية من أجل دولة المؤسسات من أجل إصلاح الأوضاع ليس هناك يعني أي مجال كما قلت يعني يصلح لا القطاع الجامعي يصلح ولا الصناعة ولا الفلاحة ولا يعني كل ولا العدالة ولا الإعلام ولا المجتمع المدني يعني كل الجوانب في الجزائر كلها تحتاج إلى تغيير تحتاج إلى إصلاح تحتاج إلى وضع جديد إلى دولة المؤسسات لابد من الاستمرار الذي يعني يؤتي بالثمرة مع المحافظة على السلمية مع المحافظة على الجانب الصحي بوضع القناع الواقع والكمامات مع التباعد يعني الجانب الصحي ضروري ومهم جدا وهو الذي يعطي مصداقية ويعني يزيد في قيمة التنظيم يعني تاع الحراك يعني وهكذا حتى يتم التوفيق والنجاح والنصر بإذن الله. كمال القمازي القيادي في الجبهة الإسلامية للإنقاذ. عبد الغني بادي نختم معك. جمعة 106 حراك وصفته صحيفة واشنطن بوست بأنه علامة فارقة في تاريخ البشرية حتى يستمر وعلى موعد مع جمعته الأولى في عامه الثالث. أنا متأكد بأن هذا الحراك بدأ سلمي وسينتهي سلمي عندما يضع اللبنة الأولى للانتقال السياسي الحقيقي، وأنا متأكد كذلك أن الحشود التي بدأت هذا الحراك في المسيرات والتظاهرات لن تدخل ولن تعود إلى بيوتها إلا وقد حققت انتصارا سلميا. طبعا في نفس الوقت أنا من منبركم هذا أدعو الإخوة إلى توحيد الشعارات إلى المطالبة دائما والإبقاء على سلبيتهم والبحث دائما عن كل ما يجمعنا كل ما يجمعنا الجهاد على كل ما يفرق لأن في النهاية المسعى هو مسعى خير ونعرف جميعا أن المسارات في الانتقال السياسي في كل تجارب الدول نعرف الآن تونس في بداية 2010 يعني كانت بداية السقوط بن علي وبداية اللجنة الأولى للانتقال السياسي الآن رغم في 2021 ما زال هناك مخاض للانتقال السياسي يكون على السير. هذه مرحلة أولى يجب أن نكون صبورين يجب أن يكون هناك صبر لازم يكون هناك استماتة لازم يكون هناك صمود يجب أن يكون هناك تحدي يجب هناك كذلك رفع دائما الشعارات في الإطار السلمية كما بدأنا الحراك بتاعنا في كل سلمية يجب أن يعني الجميع يتكلم على مسألة صراعات الإيديولوجية كذلك يجب أن تكون يعني الحراك يجب أن يكون فيه الجميع موجود الجميع يجب أن يكون في الحراك في كل التيارات في كل الاتجاهات لأن قد تختلف الأفكار لكن الفكرة الأساسية في هذا الحراك هي ديمقراطية والانتقال السياسي حقوق الإنسان هي الدولة القوية هي دولة المؤسسات هي الإرادة الشعبية هي الحقوق السياسية هي الحقوق المدنية كل هذا مسعى الجميع والقضاء العادل هي المحاكمات العادلة
هذا هو مسعى الجميع. هذه الحلقات المفقودة الآن في هذا المشهد السياسي التعيس الذي تفرضه هذه المنظومة، كل هذه التي تكلمت عليها هي مفقودة. نحن نبحث عنها. هل هناك في رأيك هل هناك أمل في هذه المنظومة؟ واضح أنه يعني واضح أنها أفلست. هل هناك أمل خيرين بين قوسين في هذه المنظومة بالعكس لمساعدة البلاد على الانتقال بما يخدم الجميع، بما يخدم الجزائر؟ والحراك جاء بكل هذا الإصرار وكان هذه السلمية من أجل جزائر تليق بالجزائر برأس مالها التاريخي بخيراتها بموقعها بشبابها بكل ما تتوفر عليه. أخي جمال، لو تابعنا المشهد جيدا يعني من خلال محاكمات مثلا رموز أو جزء من رموز النظام يعني على غير الهوية أو السداد، لم يكن هناك اهتمام يعني كبير بهؤلاء يعني في متابعة أحكامهم أو الفرح بمحاكماتهم. الشعب الجزائري ليس بالشعب يعني الانتقامي أو الشعب الحقود، الشعب الجزائري لا يفكر في نصف المشاكل. الشعب الجزائري هو السلمي يريد هذا النظام أن يرحل وكفى، أن يبتعد عن تضييع البلد، يعني يبتعد على ممارسة السياسة التعيسة، وأن يترك الجزائري يختار من يسوسهم، من يحكمهم، من يسير شؤونهم، الذين يثقون بهم. في الجزائر كفاءات، في الجزائر طاقات، في الجزائر خيرات، لهؤلاء فقط أن يبتعد وأن يترك. لكن أليس مصير هؤلاء أستاذ عبد الغني درس كذلك؟ مصير يحيى وسلال وسعيد بوتفليقة وغيرهم، حتى ما طال توفيق ونزار وغيرهم من جنرالات كانوا يعتقدون أنفسهم أنهم أرباب. لمن ألقى السمع، لمن ألقى السمع وفهم بأن الأمور قد لا تدوم لأحد، أن اليوم رك في منصب، رك في منصب وزير، ربما رك في منصب مسؤول سامي في الجيش، رك في منصب مسؤول يعني في القضاء، لكن غدا أنا أين الطيب لوح كذلك، أين عبد يحيى؟ يعني الأمور لو الإنسان يحكم العقل تاعه، لو هو لا يحكم العقل تاعه، يعرفوا بأن اليوم راك ناخذ وما تكونش. يعني احنا نحتاج الى رجال يعني عندهم قليل من الرشد، يتجهوا الى تحكيم عقولهم، الى تحكيم ضمائرهم، وان يرفقوا بهذا البلد، ان يكون هناك رفق بالاجيال القادمه، ان نؤسس الى مرحله جديده بعيد عن هذه الممارسات. يعني اين شوف يعني الجزائر يعني هذا النظام، شوف اعطيني فقط دقيقتين. النظام هذا نذكر جين في 1988. في 1988 كانت هناك احتجاجات لخمس ايام، احتجاجات من 5 اكتوبر الى 10 اكتوبر في مطالب اجتماعيه في اغلبها. لكن النظام انذاك كان هناك يعني ناس عقال، كان يعني سيمبول حمروش اللي اسس الى الاصلاحات انذاك، الى وكان في حكومه الاصلاحات، سميت بحكومه الاصلاحات، اسس الى مرحله جديده، الى مرحله انتقال سياسي فتح فيها المجال السياسي للاحزاب، فتحت الجمعيات، فتح الاعلام، فتح للجميع. كان هناك ممارسه سياسيه على غرار عقد الديمقراطيات، الجزائري يستطيع ان يتكلم في التلفزيون العمومي، يجي عباسي مدني ليناظر سعيد سعدي، ليناظر عبد الحميد مهري رحمه الله عليهم. الآن يعني في سنتين من الحراك، سنتين والمواطن الجزائري في الشارع يطالب بانتقال سياسي، مع ذلك ترفض هذه السلطة وضع خطوة واحدة نحو الانفتاح، بل بالعكس تزداد تعنت وتزداد غلق وتزداد قمع وتزداد رفض، في مقابل الحراك شعبي يزداد إصرارا. باختصار أستاذ عبد الغني، طبعا الإرادة الشعبية هي تتجه صامدة، تتجه ثابتة، تتجه عازمة إلى الانتقال السياسي. أنا قلت وأقول بأن الحشود التي خرجت 22 فبراير 2019 لن تعود إلى بيوتها إلا وحققت انتصارا حقيقيا سلميا في الانتقال السياسي. شكرا جزيلا لك عبد الغني بادي، المحامي المدافع عن سجناء الرأي. شكرا جزيلا لك، شكرا موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة مني ومن كل الفريق. أجمل التحايا، إلى اللقاء.